السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة طبق مكرونة وحتتين فراخ جمال لزاز، هتعملهم على طول طريقة جديدة. معانا بولة زي ما انتوا شايفين كده، معانا معلقتين زيت ومعلقتين سويا صوص ومعلقتين خل بلسمك، تمام. وايه تاني ايه تاني ايه تاني معانا معلقة صلصة ومعانا فلفل، شوية فلفل مجروشين، ومعانا التوابل دي كمون على كزبرة على على بتاع ده اسمه ايه يا ربي، على زعتر، لا على ايه، على زنجبيل، تمام. ومعانا معلقة كبيرة من توابل الفراخ المشوية، ومعانا قرن فلفل حراق ناشف، الفلفل المجروش الناشف. ومعانا ايه تاني، معانا فصين توم مهروسين، 3 فصوص توم، هنفرمهم معاكم اهم على المبشرة. وعلى فكرة الفراخ دي يا جماعة تقريبا قعدت نص ساعة او ساعة لربع في التتبيلة بس، واخدت منها حتتين شويتهم والطعم كان جميل ومتتبلة وتمام التمام. تمام، معانا بصلاية بنبشرها وهناخد المية بتاعتها بس. هنرش عليها رشة ملح، وخلوا بالكم من الملح لان توابل الفراخ بتاعت الشوي بيبقى فيها ملح، نسبة ملح كتير. كمان الصويا صوص كان فيها ملح كتير، فحطيتش ملح كتير، حطيت حوالي رشة ملح. ده عبارة عن كيلو من الوراك المخلية، مفيهاش جلد طبعا ولا عظم زي ما انتوا شايفين. وهنا معايا ليمونتين عصرتهم زي ما حضراتكم شايفين كده، وشوية كزبرة مفرومين، تمام. بس هي دي التوابل بتاعتنا، سهلة وبسيطة، وان شاء الله اسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، تمام. مقادير في صندوق الوصف بتبقى تحت الفيديو يا حبايب قلبي. مش هنسى اقول لكم يا جماعه تشتركوا في القناه وتشاهدوا الفيديو، جزاكم الله كل خير. قلبنا التوابل بتاعتنا كلها اللي هي كانت عباره عن صويا صوص، معلقتين، معلقتين زيت، معلقتين خل بلسمك، ما عندكش خل بلسمك حط خل عادي، معانا معلقه كبيره من توابل الفراخ بتاعه الشوي، معانا عصير ليمونتين، معانا معلقه صلصه، معانا معلقه على بعضها كلها من الزنجبيل والكزبره والكمون، تمام. تبلنا فراخنا، هنخش بقى الوصفة اللي بعدها اللي هي يعني جديدة جدا، كان نفسي كده اكل شوية مكرونة مختلفين، فقلت يا بنتي يا نصر يلا اعملي الوصفة الجميلة دي. جايبة شوية توم زي ما انتوا شايفين، حوالي 5 6 فصوص توم مع شوية زيت، هيتشوحوا بس، تمام. انا بس عايزة اخد يعني مش عايزة احمرهم، بس ايه يعني يصفروا كده، تمام. هنزل عليهم بايه، بحوالي نص كيلو من الطماطم وقرنين فلفل، واحد اخضر والتاني احمر، فتحاهم فتحة الفلفل وبس عشان ما يترقعش، تمام. وخلي بالكم ان الفلفل انا منشفاها والطماطم غسلها ومنشفاها، لان انا مش عايزه يعني عشان ما ترتش في وشكم، تمام. بنعمل ايه، خلاص التوم كده خايفين انه يتحرق، هنشيل التوم زي ما انتم شايفين، وهنقلي هنحمر الطماطم خارجيا كده زي ما هي سليمه ما اتفتحتش خالص مع قرنين الفلفل، تمام. طبق المكرونه ده ما بيبقاش مسبك، بيبقى طعمه جميل جدا وجديد من نوعه، مش الطريقه التقليديه، جربوها يعجبكم ان شاء الله. مش هنسى اقول لكم يا جماعه تشتركوا في القناه وتشاهدوا الفيديو، تعملوا الفيديو لايك وتشيروا الفيديو، جزاكم الله كل خير. هنا نزلت بشويه التوابل ياخدوا ريحه وتحميصه، اللي هي عباره عن ملح وفلفل وكمون، لا ملح وفلفل وكزبره، تمام. نزلت طبعا بمعلقه من معلقه الصلصه، تمام، والفلفل شلت العيدان بتاعته، ونزلت التوم تاني خلاص. وطبعا لازم طبق معلقة الصلصة لازم تتشوح عشان تطلع منها الريحة المادة الحافظة اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش ثواني. طماطمنا خلصت على كده، جبنا شوية مكرونة هسلقهم، وهاخد شوية مية على الطماطم والحاجات الخضار بتاعنا الجميل ده، وهمسك الخضار بتاعنا الجميل ده اضربه في الخلاط وهو كده خلص، تمام.
خلي بالكم المكرونه لما تسلقوها خلوا فيها عضه، بتبقى احلى حاجه لما تبقى المكرونه مش مستويه جامد، تبقى يعني نص سوا كده. هنا نزلت بشويه طماطم، لان كنت الطماطم اللي انا كنت عاملاها كانت كتير، وانا عملت ايه مكرونه قليله. عصرت ليمونه، انا بحب الليمونه على المكرونه، وفي الوصفه دي بيبقى طعمه جميل جدا. طبق مكرونه ما خدش مننا حاجه، هو نفس الوقت اللي هو خده اللي انتوا شايفينه ده. نزلت عليه بشويه المكرونه بتوعي تمام، وبقيه الطماطم انا شلتها لان هي طلعت كتير، ممكن تشيلوها في الفريزر، ممكن تخلوها في التلاجة براحتكم، مش هيحصل لها حاجه. ونزلت عليها بشويه كزبره خضراء، عايزه اقول لكم رائعه رائعه. هنا بقى سخنت الشوايه بتاعتي الاثريه اللي من ايام الهكسوس، والله بتنفع. سخنتها جامد ونزلت عليها بوركين من الفراخ. طبعا انا ما عملتش الفراخ كلها لان انا اللي هاكل لوحدي، وطبعا كان المفروض اعمل ورك واحد بس، اهو الطفاصه بقى قلت ايه يلا يمكن اجوع. بس عايزه اقول لكم ان المكرونه احلى من الفراخ الف مره، انا مش من هوايه الفراخ واللحوم قوي يعني. وصفه جميله وسهله وتناسب الصيف اللي احنا فيه، لا فيها بقى تسبيك ولا فيها تحمير ولا فيها، موضوع سهل وبسيط جدا. وزي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا ما خدتش وقت لانها مخليه من العظم والجلد، فما بتاخدش وقت، بتبقى 5 دقايق على الناحيه دي و5 دقايق على الناحيه دي، وكمان بنغطيها فعلى طول بتستوي. وما تسيبوش الفراخ كتير يا جماعه عشان ما تنشفش. وادي الاكله بتاعتنا الجميله خلصت، الفراخ بتاعتنا مستويه زي ما انتم شايفين كده، سخنه بصراحه مش عارفه امسكها، مستويه يعني. احنا ما ناكلش الفراخ نص سوا او مش مستوى، ناكلها مستويه بس ما نسيبهاش كتير على النار عشان ما تنشفش. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.